النهارده التدريب فريق النادي الاهلي، والفريق ما خدش راحه، كولر على طول خد قرار ان يكون في تدريب النهارده، وبالتالي الوقت ضيق جدا 3/4 عشان الماتش يوم الخميس. مزيدا من التفاصيل ومعرفه الاجواء والكواليس لبعثه النادي الاهلي في ابو ظبي، اروح مباشره الى الزميل العزيز والناقد الرياضي بالاهرام الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. استاذ عبد الحكيم، مساء الفل عليك. مساء الفل يا استاذ محمد، على حضرتك وعلى كل المشاهدين. تحياتي ليك وتحيات كل مشاهدي قناه الاهلي ليك. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ محمد، والف مبروك للنادي الاهلي التاهل للنهائي باذن الله، ونتمنى ان تكون مباراه تليق بسمعه الكره القدم المصريه بين الاهلي ومودرن فيوتشر ان شاء الله مساء يوم الخميس باذن الله. طيب، عايز اطمن منك بقى على جاهزيه الفريق، اخبار الفريق، الحاله المعنويه، برضو لو عندك نتيجه الاشعه للشناوي ياسر ابراهيم. انا قلت طبعا صعوبه اللحاق بمباراه النهائي، ولكن لو عندك تفاصيل جديده تخص الفريق خلال الساعات اللي جايه. يمكن هم الفريق حاليا دلوقتي يمكن بدا المران من اكتر من ساعه ونص في ملعب كراكيت بابو ظبي. يمكن المران مغلق بناء على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لان حضرتك عارف طبعا الفاصل الزمني ما بين مباراه السيمي فاينال والمباراه النهائي يومين بس، فبالتالي هيبقى التمرين بتاع بكره مفتوح جزء منه لوسائل الاعلام. فمارسيل كولر استقر على ان التمرين النهارده يكون مغلق وما يبقاش التواجد فيه صحفيين او وسائل الاعلام. اللي انا حاولت اتواصل وعرفته ان مارسيل كولر النهارده اجتمع مع اللعيبه بتاعته قبل ما يتحركوا الى الى ملعب التدريب، واتكلم معاهم ان احنا ان هو عارف كويس جدا ان في ضغوط مباريات، وان الفريق وبصراحه يعني انا مشفق على لعيبه النادي الاهلي، لان لعيبه النادي الاهلي لعبت 3 مباريات في منتهى القوه في كاس العالم للانديه في اقل من 11 يوم تقريبا، ثم مباراه قويه جدا جدا مع فريق سيراميكا كليوباترا يضم عدد ممتاز من اللعيبه في نص نهائي بطولة السوبر، وبعدين هتلعب كمان مع فيوتشر في نهائي البطولة، فخمس مباريات في اقل من يمكن 15 يوم او 18 يوم، فصعب يعني اجهاد بدني صعب جدا. مارسيل كولر اتكلم مع اللعيبه وقال لهم هو عارف حجم الضغوط البدنيه والعصبيه عليهم، لكن جماهير النادي الاهلي تستحق ان هم يعني يقدموا المستوى اللي يليق بيهم. وان هو حتى امبارح في المؤتمر الصحفي استاذ محمد اتكلم كلمه كانت واضحه، قال ان الطريق الى لقب السوبر المصري ليس سهلا، وهو يقصد الكلمه اللي هو عارف ان هو مش سهلا بحجم مقارنه بحجم الخبرات وحجم القدرات الفنيه والبدنيه للاعب النادي الاهلي، لكن مقارنه بالظروف اللي بيعيشها فريق النادي الاهلي، واللي انا شايف ان هو يعني بقى له 4-5 سنين بيتعرض لهذا الامر. يمكن مش عارف هل في اخطاء من مين، الاتحاد الافريقي مره، ضغط المباريات مره، كاس العالم للانديه، بطوله امم افريقيا، كل سنه تحس ان في حاجه بتحطك في تراك، تحط فريق النادي الاهلي تراك انه يتظلم وانه يلعب مباريات بهذا الشكل. المهم يعني ان مارسيل كولر اتكلم مع اللعيبه وقال لهم انا عارف حجم الاجهاد، لكن احنا عندنا مباراه مهمه جدا يوم الخميس نسعى للفوز بيها. مارسيل كولر هيركز خلال ال 48 ساعه دي على الشق المحاضرات، يعني حفظ لعيبته طريقه لعب المنافس وخطه المباراه على الجزء النظري في محاضرات في فندق الاقامه او قبل ملعب التدريب، لكن التدريبين اللي هياخدهم الفريق النهارده وبكره هيكونوا تدريبات خفيفه جدا اقرب الى الشق الترفيهي، عشان الجزء البدني والارهاق اللي احنا شفنا نتيجته اصابه محمد الشناوي، اصابه ياسر ابراهيم، شعور مروان عطيه بالاجهاد وخروجه من قائمه، مش اجهاد حاجه، اجهاد من ضغط المباريات، لما لعب 3 مباريات في منتهى القوه في كاس العالم للانديه، لكن كابتن خالد بيه النهارده اكد ان مروان عطيه جاهز، ان كل اللعيبه جاهزين، فبالتالي مارسيل كولر هيركز بشكل اكبر على المحاضرات النظريه لدراسه فريق فيوتشر. طيب موقف محمد الشناوي وياسر ابراهيم، يمكن لحد قبل التمرين انا حاولت اتواصل مع بعثه النادي الاهلي، الكلام كله ان لسه الاشعه ما بنتش، لكن اللي اتقال لي بنسبه يعني ما يقارب ال 90-95% ان هم خارج المباراه، حتى لو كانوا يعني ان شاء الله باذن الله الاشعه تطلع كويسه، بس حتى لو كانوا مش هيتم المغامره بيهم الا لو كانوا سليمين بنسبه 100%. مارسيل كولر لا يميل لجزئيه ان الدفع اللاعب مش سليم خالص، ومش دي فلسفته، يمكن بالعكس هو بيميل لحته ان اللاعب يتمرن مره واثنين وثلاثه معاه قبل ما يحطوا فيه اي مباراه، فبالتالي في جميع الاحوال هم بنسبه تتخطى 90% هم خارج مباراه نهائي بطوله السوبر المصري امام فيوتشر. وكمان برضه عمر كمال عبد الواحد اللي عرفت ان هو سافر القاهره مساء امس، كابتن علام يجوم كنت بكلمه النهارده الصبح مدير الكره فيوتشر، وقال ان هو انهى كل الاجراءات الخاصه باللاعب وسافر بعد المباراه مباشره الى القاهره، واجرى اشعه النهارده كلنا يمكن طلعنا الخبر ان هو 10 ايام فقط، وان شاء الله باذن الله. طب الحمد لله. ده عارف يا استاذ حكيم، ده كان بيقلقني برضو فكره الاصابات دي، لان منتخبنا مقبل على كاس الامم، وانا كنت متخوف ان الشناوي كمان اعتقد يعني برضه هيبقى عنده سنه قلق، لا قدر الله لو الاصابه بتاعت الخلفيه ممكن تاخد فتره اطول.
طبعا كابتن محمد الشناوي امبارح يمكن دي حاجه في مصلحة الفريق قبل ما تكون في مصلحة أي حد، إن هو بمجرد ما حس بألم حاول مرة إن يتحامل على نفسه، في المرة الثانية لما جه يشوط الكورة في المرة الثالثة إحنا كنا قاعدين في المدرجات شفنا اللقطة إن هو خلاص حس إن مش عايز يضر الفريق رقم واحد، مش عايز إن الإصابة بتاعته تتضاعف، رقم اثنين لأن أنت تلعب في ماتش منتهى القوة يعني ماتش سيراميكا كليوباترا إمبارح اللي إحنا شفنا كان مباراة ند، وأنا يعني بتكلم هنا عن المباراة عن إن الأهلي وسيراميكا إن إحنا نتمنى جماهير النادي الأهلي تكون موجودة يوم الخميس، جماهير النادي الأهلي بتمثل أكتر من 60 أو 70 أو 80% من قوة النادي الأهلي في المرحلة الحالية اللي الفريق بيعاني فيها من الضغط البدني والإجهاد الذهني قبل البدني. الدعم بتاع امبارح آخر خمس دقايق يا أستاذ محمد الفرقة فائت لما ابتدى العدد يمكن 7-8 آلاف مشجع من جماهير النادي الأهلي كانوا موجودين في الملعب ابتدى تشجع بقوة، ابتدت اللعيبة تفوق وتشد، يمكن إمام عاشور لو أنت شفت بالكرة اللي رايح بيها مش قادر، بس ضغط الجماهير والحاجات دي هي اللي خلته يكمل. فنتمنى ان الجماهير تكون موجوده يوم الخميس ان شاء الله لدعم فريق النادي الاهلي في مباراه مهمه يمكن وصعبه، مش عايزين نسهل الموضوع. فيوتشر ادى مباراه جيده جدا جدا قدام بيراميدز، ممكن تكون الفوارق في الامكانيات او في الفلوس او حاجات زي كده مش مناسبه، لكن الملعب اثبت ان الرغبه والقدره على هي اللي بتفوز في الاخر. ممكن تقول لناس ده فاز بضربات جزاء، بس المباراه كان في فرصتين مؤكدين لاحمد عاطف وفرصه بعديها على ما اعتقد عبد الكبير الوادي كان انفراد كامل، لكن في المقابل لم يتيح لبيراميدز ولا فرصه وحيده مؤكده طول المباراه، وده بياكد لك انت ماسك كوره بس ماسكها بشكل سلبي. فاللي يقول لك ان فيوتشر اقصى بيراميدز وضربات الترجيح هو ما شافش المباراه، لان فيوتشر كان ليه فرصتين محققتين بينما بيراميدز كان يعني استحواذ سلبي كان بيقع على الجون بس ما كانش فبالتالي فريق فيوتشر فرقه قويه جدا معاهم بصراحه هيكل اداري كويس، معاهم مدرب كويس جدا 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 ممكن بيشتغل على قد الامكانيات اللي عنده. فانا اتمنى وطبعا احنا مش محتاجين يعني كان مارسيل كولر مش محتاج ان احنا نقول له، اكيد اللعيبه كلها مركزه في المباراه، بس احنا نتمنى جماهير النادي الاهلي تعرف ان المباراه صعبه جدا والفريق بحاجه للجماهير اللي عمر جماهير النادي الاهلي ما بتتاخر عن الفريق حين يلبي النداء. استاذ عبد الحكيم ابو عالم الناقد الرياضي بالاهرام بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وعلى هذه المعلومات من ابو ظبي عن الحاله المعنويه وجاهزيه الفريق للقاء الفاينل امام فيوتشر يوم الخميس الساعه 7 بتوقيت القاهره.